ما رأيت أحدا كان أشبه سمثا وهديا وديلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع؟ فإنه لم يبقى أحد إلا قد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة. من نرسل إليه؟ نرسل إليه قنفذا. لم يؤذن لنا. اذهبوا فإن أذن لكم وإلا فادخلوا بغير إذن. أرجو عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذن. ما لنا والنساء؟ ائتني بهم أعنف العنف وأخرجهم، وإن أبوا فقاتلهم. يا ابن الوليد انفذ الأشعث، احملوا الحطب واجعلوه حول بيت فاطمة. ماذا يريدون أن يصنعوا وهم 300 رجل؟ يريدون كشف بيت فاطمة، وهذا ما أسف عليه أول في حياته عندما مات. والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله، وإلا أضرمت عليك النار. اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون وإلا قتلناك. إن لم تخرج يا ابن أبي طالب وتدخل مع الناس لأحرقن البيت بمن فيه. يا هذا، ما لنا ولك؟ افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. يا هذا، أما تتقي الله تدخل علي بيتي وتقطع نسل رسول الله؟ كفى، فليس محمد حاضرا ولا الملائكة آتية. اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته علينا ومنعنا إيانا حقنا. دعي عنك يا فاطمة حماقات النساء، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة. احرقوا دارها بمن فيها. يا فاروق، ما الفاعل؟ احرقوا البيت ان لم يخرج عليا ويبايع الخليفة. ان الشهر فاطمة. وين؟
نزعت من أمر عظيم. يا خالق يا قلبك، قد جنيت جناية عظيمة لا آمن على نفسي. يا محمد يا أبتا يا رسول الله، هكذا يفعل بي حبيبتك وابنتك. آه يا فطة، إليك فخذي، فقد قتل ما في أحشائي من حمل. يا عاني يا عاني بجي وخل دمعجي بدايم على الدهر وضلي عليك يا الشوايا. يا عاني بضعات بالعظيم أخلاف أبوها، وحتى من البنج أصحاب منعوها، حتى من البنج أصحاب منعوها، تعنى ودارة وبيعصرها لما يا غدت تسرى يا خياف الصدرين عرب، ومحسن سقط من بعتبة الباب. جد في الضياء جد في الضول قد فاق التراب، يسيل من الصدر وضلوع الدم.